روليانا، طاقة اسمك رقم واحد، طبعه مائي، كوكبه الشمس، يوم السعد الأحد، الحجر الكريم الملائم الياقوت والعنبر. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة المعارج. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا رحمن، يا مؤمن، يا مهيمن، يا مقيت، يا جليل، يا ولي، يا واحد، يا أول، يا رشيد، يا صبور، يا مجيب. أنت إنسانة اجتماعية، تهتمين بمشاكل الآخرين، واثقة من نفسك ومن قدراتك، متحدثة بارعة، طليقة اللسان، تعشقين السفر والرحلات، لديك براعة وإتقان في العمل، طموحة، طيبة القلب، حساسة، كريمة وسخية. تحملين ثلاث عناصر في اسمك: عنصر الماء، وعنصر التراب، وعنصر النار. أنت إنسانة عنيدة، متشبثة بآرائك ومتمسكة بقراراتك، ولديك القدرة على فرض آرائك على الآخرين. تعترضك بعض المشاكل والخلافات والانتقادات من أقرب الناس إليك، كما تتعرضين لأزمة عاطفية وتواجهين بعض المشاكل والخلافات في حياتك الأسرية. تعرفين أهدافك وتحددينها بدقة، لكنك تتحملين مسؤولية صعبة تجعلك تؤجلين تحقيق طموحاتك وأهدافك. محظوظة ماديا، تملكين حروف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.